هلو هلو، مرحبا يا حجين، كيفكم؟ شعرت بانو كلكم تمام واخباركم كتير حلوة. انا اليوم يوم التالي من الرجيم، واخدت صباح شي يوغرت وشي يعني مثل انه ما بعرف شو اسمه انا، بس باكله احيانا، بحس انه تبع رجيم، رح حطه هون. انا هلا اجيت ورايحة على بيبليوتيك لانه راح اشتغل كل اليوم، انا بتالي ترباي، فراح ضلني بالبيبليوتيك لحتى اركز ولحتى اشوف شغلة، لانه لما بقعد بالبيت صراحة بلتهي، بصير اتفرج، بصير حط فيديوز. هلا اجا المترو، رح نطلع رح فرجيكم المترو. بس انا في عالم كتير عم تطلع كأنه اول مرة بشوف حدا بيصور. لو تشوفوا شو صار فيي، انا كنت بالفيديو وحطيت مثل ما عم بتشوفوا
الاشياء تبعي والملابس تبعي والمساك حطيته بالخزنة وقفلتها، ولما رجعت قعدت حليت الخزنة هيك بالسيكرت كود وما لقيت ولا شيء، لقيتها فاضي. فرحت على السكيورتي قلت له يعني انه انا فتحت الخزنة تبعي وما لقيت شيء، فقلت له انا رحت فتحت الخزنة ما لقيت شيء. قال لي عيشي كمان، فتحتها كمان، قلت له هاي عدتها. قال لي ماشي، طب متأكدة مني ومن الخزنة دي حتى الخزنة عايزة؟ قلت له ايه متأكدة. قال لي ممكن تجربي، وجربت طلعت كل اشياء هي بالخزنة اللي بجنب خزنة، يعني فتحت الخزنة الغلط. راح شوف وين راح ناكل، ان شاء الله يكون مكان حلو. هيدا شو اخذت؟ اخذت خبز معه ساندويتش معه حمص. يمكن ما بيحبوا انه حدا يتصور انه هيدا نيه. صار لي كثير ما اكلت ساندويتش. واو، طيب كثير. راح اخذ بالمعلقة هيك حطها. هيدي اللقمة الأخيرة. خلصنا أكل، كان كتير حلو الحمص عن جد. في فليفرز، يعني بتحس كل طعم فليفر بالساندويتش. أولكم نروح نعمل جولة بزارة؟ شو أولكم؟ ما بدي روح أعمل شوبينج، لأنه إذا دخلت ما بطلع إلا وأنا عاملة شوبينج. خلصنا الجولة تبعنا والأكل تبعنا، هلا رايحين نشوف مكان نقعد فيه، إنه لأنه طردونا، ما طردونا بس إنه في كتير أصوات حادة وكل الناس عم تحكي حادة، فلازم نشوف هيك مكان ما في حدا. إيفن وأنا بالشارع وكل حدا منتهي بحاله، الناس عم تطلع، يعني الناس كأنه ما عندهم لا شغلة ولا عملة، بس بيطلعوا لما يشوفوا إشي غريب عليهم، يعني ما بيعملوها كتير، بيصيروا بيطلعوا يعني شو هيديك هيديك شو عم تعمل. بس إنه الله يعطينا القوة لحتى نضاين نضلنا نحكي ونصور، لأنه هيدا عن جد لما يكون حدا بيعيش لحاله ببلد غريب ومنه مع عائلته وصحابه وما عنده رفقة. فأنا بلاقي إنه لما أحكي معكم ولما أعيش إكسبيرينس، يعني كأنه بستمتع بحياتي، يعني إنه بشغل وقتي بأشياء إنه هيك، يعني إنه بلاقي أشياء أعملها. مثل هلا مثلا رحت أكلت المكرون، يعني لولا وجودكم بحياتي ما كنت أكلته. إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تبعنا وتعملوا لايك وتشجعوني، قولوا لي شو مثلا اشياء ناقصه بالقناه بالشانل، اشياء ما بتحبوها
اشياء ما عجبتكم. خلص هي هي باي. لا ما مصدق، ما عم صدق.